افتح افتح افتح. كل رجل شكوت له همي وشرحت له بلوتي قال لي: كنت مقيما مستريحا فما ضرك إلا فضولك. والله إن هذا أعجب العجب. يا ناس يا عالم يا هو، أنا الفضولي، هل أذيت أحدا؟ سرقت؟ نهبت؟ قتلت؟ أبا. ومع ذلك جردني القاضي الظالم من رخصة الحمام. تقولون لأي سبب؟ أنا أيضا أريد أن أحلق. لا تحلق زقون الناس. قلنا طيب. لا تحمل أمتعة الناس. الله، ماذا أشتغل؟ أشحت؟ أشحت على آخر الزمن؟ أشحت عشان عليك يا رب. أنقذت حياتين وزيجة، أنقذت حياة يوسف وياسمينة وزوجته، لكن من يحمد ومن يشكر؟ حتى سيدي يوسف الذي جعلنا الله سببا لخلاصه ونجاته وزواجه من معشوقته، قد جعله الله لحكمة لا يعرفها إلا القاضي سببا في ضياع رخصتي
التي تؤهلني لحمل أمتعة الناس والارتزاق، ومع ذلك أنكرني يوسف وأبغضني. سبعة أفواه في بيتي تطلب الخبز، تطلب اللحم، أخزاها الله ولا رخصة عندي. وكلما قلت للمرأة اللي في البيت لم تعد عندي رخصة يا ولية، تقول أنت الذي وضعت رأسك في الجراية. أنا فعلا صحيح، أنا الحق علي، أنا مالي وللناس، مالي وللعالم، إن شاء الله يخرب. الله، فضولي حشري، لا ترجع عن إنسان حتى تعرف بلياتك. أنت مالك؟ دع الخلق للخالق، دع القاتل يقتل والضيع يضيع، هكذا يقولون لي، مع أنني لا أقصد إلا الخير. والله الخير يلح علي ويسحرني ويزكني، دوائي وشفائي هو أن أهب للنجدة ثم أجد نفسي فاقدا الشغل، فاقدا الرخص. أريد من يضربني على رأسي كل صباح ويقول لي لا شأن لك بغيري، أنت مالك؟ اشتغل كالأعمى أو خذ على دماغك. في باطني جرح وجرح وجرح، وقعت الجراح على الجراح، وليس في كتب الأولين وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم مصيبة كمصيبتي، ولا جريمة كجريمة القاضي الذي سحب رخصتي بدون وجه حق. أي والله إن قطع الطريق أهون من قطع الرزق. هكذا في الكتب الصحيحة. مظلوم، مظلوم ظلم الأوائل والأواخر، لكن من يسمع ومن يرى؟ لقد انقلب حال الدنيا، وبعد أن كان الفضول مشتقا من الفضل والفضيلة أصبح جريمة خطيرة. لذلك سأتوب، سأتوب عن الفضل والفضول معا. أمر لله، أمركم لله يا مكروبين ومأزومين، لا يسألني أحد عونا، لا يستغيث بي أحد. لو خربت الدنيا وانا مات على رايك خليها تخرب. ها انا ذا اشهد الله اني انا ابو الفضول الحلاق الحمال الشحات ساكن الحاره الجوانيه. عاهدتك يا رب اذا رايت احدا في وقت او سيده تسح دموعها لا اسالها مالك ولا اسال نفسي مالها. اذا استغاث بي صبي يغرق في دجله او استغاثت صبيه مهما كان جمالها وصاحت الحقوني لا أمد لها يدي. عهدت الله ألا أسأل ولا أتساءل، سأضع عصابة على عيني لا أرى، وأسد أذني بالخرق لا أسمع، وأروض فمي لا ينطق إلا يجعل بيوت المحسنين عمار يا رب العالمين. إمضاء أبو الفضول. أنا التي لبست خير الثياب وتحلت بأغلى الحلي، أنا التي تزوجت أحسن الرجال وسكنت أرقى الأحياء، أهون؟ أزل؟ حتى لا أستطيع أن أدفع عن بيت ذئبا مغيرا؟ لا أملك من جسدي ومن روحي شيئا؟ الموت عندي أهون من استقبال أمين سر المحكمة، سأفضحه الفاسق، كيف يجرؤ؟ سأصرخ على أم الجيران، سأقول امسكوا الحرامي حتى تتزاحم الناس علينا من الشبابيك ومن الباب لضبطه متهجما على بيتي. الله يسترك ويفضحه يا سيدتي، ولكنه هو الذي سيفضحنا إن فعلت. كيف؟ في بيتي ويفضحنا؟ لمح لي بذلك الكافر. قلنا لما لم تقولي لي؟ لم يطوعني لساني أن أنطقها. تكلمي، ماذا أخفيت عني؟ قال لي إن الخليفة عهد إليه بالتفتيش عن بيوت النساء أهو الذي يأكل إليه الخليفة تطهير بغداد؟ نحن ولاية يا سيدتي، وليس لنا في بغداد رجل يقف لنا. سأقول للقاضي، للوزير، للخليفة نفسه، سأصرخ عليه في موكبه أستوقفه. الله وحده سيصدقنا لأنه يرى، أما الحكومة فتصدق بعضها. كل هذه المصائب لأن زوجي ائتمن شبندر التجار على ثروته ولم يأتمن زوجته. يرحمه الله. سنة، سنة وأنا أسعى هنا وهناك بلا فائدة. التراضي منفع والتقاضي أوقعنا في أمين سر المحكمة. ماذا أفعل يا رب؟ لعل الله أن يهدي الشبندر إذا كلمناه. لا فائدة يا جلنار،
لياني يقول هل لك في مواصلتي وأكفيك الحاجة؟ الله يقطعه هو وأمين سر المحكمة، كل الرجال سواء. أي شيء يستر المرأة بعد زوال ماله؟ 1000 دينار أوضعها زوجي عند الشبندر ولا لقمة في البيت. انقضت سنة أكلنا فيها حلي وملابسي، وكدنا نأكل أساس البهو بعد الغرف الداخلية، وبعد هذا وذاك عرضي، هل يجازينا الله عن ذنب نسيناه؟ وحق من جعل لك اسما على مسمى زينة بحق، ليس ذنبا جنيناه، ولكن جمالك هو الذي أغرى الشبندر وأمين سر المحكمة وما لا نعلم من الناس. جمالك يا زينة الستات. كان جمالي يجعلني أختار من كل شيء ما أشاء، هو الآن يحملني على أن أستسلم لمن يشاء. لا قدر الله، ما الذي يغريهم بنا يا رب؟ هل أنا متبرجة؟ هل أتزين أكثر مما تقضي أصول الحشمة؟ أبيما يغري كل من كان بمطارحة الغرام؟ اسم النبي حارسك، وجهك يبهر الناسك والعابد، ولا تريدين أن تصوني ما حباك الله من جمال؟ أنا لا أصون جمالي؟ أما كنت سمعت نصيحتي يا سيدتي وتزوجتي؟ أتزوج الصبي الأدلة؟ ابن أمير ومفتون بجمالك، اسم الله عليكي. أتزوج العجوز المزواج؟ أغنى أغنياء البصرة، كانت على ذمتي 3 زوجات، ولكن ما له كثير وربنا أعطاه، الله يرحمه بقى. كنت ترسين؟ لا تفهمين يا جولنار، أنا عنيدة لن أدع أحدا يبتزلوني. إذا دخل أمين سر المحكمة الآن سأقتله أو أقتل نفسي، سيانة عندي. كفل الشر يا سيدتي، الموت أهون عندك من الزواج؟ كنت تزوجي رجلا يحميكي، ظل راجل ولا ظل حيطة، هكذا يقولون. أين أجد هذا الرجل؟ لا أريد صبيا مدللا أو عجوزا سريا، لا تهمني الثروة أو الجاه، تهمني الرجولة الشهامة. رجل يغريني بفتواته وإقدامه، يحميني لا بماله وجاهه وأعوانه، إنما بقلبه الجسور المحب، ليس كزوج السابق يدعو ماله عند الشبندر لأنه يخاف بدواتي ولا يثق في عواطفي، وإنما يدعو ماله عندي وهو على تمام الثقة من خضوعي وانصياعي لمشيئته. رجل يفرض علي سيادته، رجل. أين أجد هذا الرجل؟ أحلام أبعثره في البيت، والبيت ستلتهمه النار بعد دقيقة. الآن ها هو، إن كان لمفر من ذلك فليغفر الله لي. سيدتي لا تغضبي الله. أغضبه في هذا خير من أن أغضبه في ذاك. رحمك يا سيدتي، انتظر حتى نكلمها، نحاول أن نرضاه بالحسنى. ما جريرتي أقول لك؟ أجريرتي أن شبندر التجار سرقاني وراودني، فجئتك ألتمس رفع قضية عليه؟ والله لو كنت لجأت للخليفة نفسه لعله كان طامع في. لم يعد في الدنيا خير، خربت الزمن. ماذا تقول الست؟ لا أسمع، لا أسمع. افتحي يا ست، ربنا يفتح عليك. انظري كيف يزهر اللين الرجل، إن فتحت في رأسك طاقة. طاقة؟ سأقول له ما يسك أذنيه. يا فاسق، يا كافر، يا رذيل، تعال فخذني جثة، خذني جثة حاملها. تهوتي دونك يا ست، ادخلي انت، لا تفتحي انت يا خرابي. خذني. طب والمصيبة اللي في البيت؟ كيف انجو من براسنها؟ ها، مع اليه الان يتعلل بزوجته الفاسق. فاسق؟ سترمي بلاها علي هذه المرأة ولم استفتح باعها. دعيني أؤدبه. لا تفتحي له يا سيدتي، أخاف عليك منه. يجعل بيوت المحسنين عمار يا رب العالمين. يخيبك راجل، كيف دخلت؟ ما أنت؟ يسألونني عادة من أنت، ولكن ها هي امرأة تقول ما أنت. بني آدم يا سيدتي، رجل لا أملأ العين. شوم الرجال، تدخل بيوت الناس هكذا بلا إذن؟ لماذا تجدينني شوم الرجال يا حيزبون؟ ومع ذلك تركت الباب مرتين وسمعت صراخا كأن أحدا يكلمني، ثم فتح الباب لا أدخل. إيه الحكاية؟ لا 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 يجيبني أحد،
أستغفر الله، عهدت الله، أعطني لله ومشيني يا ست. ماذا؟ أنت شحاذ؟ في هذه الساعة يا شقي تترك الأبواب وتشحذ؟ في أي ساعة تحبين أن أشحذ منك؟ الساعة 10 وزيادة يا امرأة. أنت ما بتعجبكيش الشحاتة الساعة 10؟ انظري كيف يرد الأعمى علي. لست أعمى، إنما أعصب عيني نظرا، نظرت ألا أرى الناس بعد أن كرهت أحوالهم، ووالله إني بعصابتي هذه أحد منك بصرا. ليس أعمى، والله هكذا حدثني قلبي. وماذا تريد؟ ماذا تريد؟ على مهلك يا ستي، على مهلك. ألا ترين بعينيك؟ شحاذ، ماذا يريد شحاذ منك؟ أن تقرأي له الكهف؟ لا. شحاذ، كيف تكلم السيدة يا رزيل؟ الله يطعف. لا، الناس جنت في هذا البيت. شحاذ يا سيدتي، شحاذ، اسمي أبو الفضول، ولكني عهدت الله أن أكف عن الأسئلة والفضول. كنت حلاقا ثم صرت حمالا ثم أصبحت شحاذا بخرج، وجئت إلى بابك أستفتح، لم أنطق إلا كلمتين: أعطني لله ومشني يا ست. فهل أعطاني أحد منكم شيئا ومشاني؟ أف من لكاعة الناس وفضولهم. في بيت كهذا فاخر الأساس، سمين الرياش، الناس يأكلون حتى يشبعوا ثم يرمون الفتات، وأجيء أنا لألم الفتات في خرجي، فإذا هم بدل الحسنة يمطرونني بالأسئلة: من أنت؟ كيف دخلت؟ ماذا تريد؟ لماذا لم تعلم صنعة؟ كم ضرسا في فمك؟ كم فرضا تعول؟ أنت أعمى أم مفتح؟ الله، كفرنا، هي محكمة. الله. كما دخلت أخرج. كما دخلت أخرج، اقتراح حسن، حبا وكرامة يا ست. دخلت باختياري وأخرج باختياري. كيف تجرؤ أن تدخل بيوت الناس؟ الله، الأسئلة. أتخرج أم أدعو الشرطة؟ سيقولون لص اقتحم البيت. من من الناس لم يرمي بلاه علي؟ لكن اعلمي يا سيدتي أني رجل غير هياب، رجل مرازج، لقد تكلمت مع الخليفة نفسه وجها لوجه. كيف تجرؤ أن تدخل بيوت الناس؟ أتخرج أم أدعو الشرطة؟ إننا ندخل بيوت الله بأيسر مما ندخل بيوت الناس. أعطيني لله ومشيني يا ست. ما تجيب أمار؟ الله. مرازي صحيح، إني لا أعجب إن كان رجلاً بحق. هذا تعليق السيدة، أنا أعجبك صحيح. الله يلعن الزمن. انظري كيف يتكلم، ما أنت حلق؟ هذه فطنة الخادمة اللعوب. تعرفينني بالتأكيد، ها؟ رأيتني في الدكان، في السوق، في المحكمة، في الشرطة. عرفتك من فضولك وسرسرك. لا لا، لست بالفضولي، لو كنت فضوليا صحيح كنت سألتك وسألت سيدتك، ولكني لا أريد، فما ضرني إلا فضولي. كنت تسألني عن أي شيء؟ لا تأخذي وتعطي معه في الكلام يا ست، فلعل أحدا تسه علينا. اسكتي يا حيزبون، اسكتي. أنت تنتظرين رجلا يستحق القتل. فعلا أنتظر رجلا يستحق القتل. ما شكله؟ ما هيئته؟ ما منصبه؟ ما ثروته؟ لا لا، هذه بعض الأسئلة التي كان من الممكن أن أسألك إياها لولا أنني تبت وعهدت الله. أعطني لله ومشيني يا سيدي. أيغير منصبه من الأمر شيئا؟ إذا ما كان وزيرا أو خفيرا ما الفرق؟ الرجل الذي يستحق القتل يستحق القتل، لا يهم حجمه أو هيئته أو منزلته. يختلف الأمر يا سيدتي، يختلف. اسأليني أنا فلا جناح عليك ولا ضرر، فأنت لم تعاهد الله أن تكفي عن الأسئلة والفضول. ينصبتي سيقعد. وما ضرك من ذلك وما شأنه؟ لا. الأرض التي تحمل الجبال والثقلاء ستنوء بحملي أنا، أعد على خرجي. مالك أنت؟ اسألي
اسألي، اسألي رجلا حاذقا عاقلا لبيبا مثلي، اسألي وتعلمي. أنت العاقل اللبيب الحاذق، اسمعوا هذا، أنت لا تساوي درهما. أنا لا أساوي درهما يا جارية السوء. مثلك لا يباع أهله وأخواله وأعمامه وبنات أعمامه وبنات خالاته كلهم حزمة واحدة بفلس. وتقولين لا أساوي درهما؟ اخرسي أنت. فلولا أن سيدتك التي تسألني ما كنت أهدرت حكمتي في هذا البيت. أي يغير منصب الرجل الذي يستحق القتل أو منزلته من جريمته؟ قل كيف يكون ذلك؟ لا يغير يا سيدتي من جريمته، ولكن يغير في طريقة قتله. فالغني لا يقتل كالفقير ولا السيد كالعبد. كيف إذن يكون قتل هذا وكيف يكون قتل ذاك؟ هل خطر لك أن تؤجرينني على قتله يا سيدتي؟ ألك قلب في جوفك؟ قلبان في جوفي، قلب لي وقلب علي. انظر الرجل وردوده، انكسف يا رجل واتركنا لهمنا. اسكتي يا حيزبون، دعيني اكلم السيد. كلم السيد. كيف جعل الله لكل منا قلبا واحدا وجعل لك قلبين في جوفك؟ ذلك انني ان رايت احدا في ورطه قلب يقول لي لا تكون ابو الفضول ولا تسمى باسمك ان لم تنقذه من ورطته، هذا قلب علي. وقلب يقول لي يا أبا الفضول يكفيك ما نكبتك به مروءتك من نكبات، فقدت الرخص والرزق وصرت شحاذا بخرد، هذا قلب لي. وأي قلب يغلبك؟ عندما أرى دموعا تسح وأسمع أنينا معذبا أضعف فيغلبني الأول، وعندما لا أرى دموعا تسح ولا أسمع أنينا معذبا يغلبني الثاني. ومصيبتي مما بي، يا من يغيثني وينقذ عرضي. سيدتي أثرت مواجعها لا يطعك. ماذا يوجعها؟ لا كمين يا أبا الفضول، كمين كمين كمين. أعطيني لله ومشيني يا سيد. وحش قرر أن يقتحم بيتي ليختطف شرف. يا ساتر. ذئب فاسق سيهتك ستري غصبا وقهرا، ضرب موعدا الآن سيطرق الباب ثلاث طرقات ثم يدخل. ذئب في ثياب رجل. ذئب. أعطيني لله ومشيني يا ست. هدئي روعك يا سيدة. سأقتل نفسي، سأشوه وجهي. بعد الشر عنك يا زينة. زينة يا حلوة يا رشيقة القد، يا ذات الحسن والدلال، وجبين كغرة الهلال، ووجه كالبدر في التمام. يا ألطاف الله. هذا وقت المروءات. أجل. أيرضي الله؟ أيرضيك؟ لم يعد في العالم رجل عنده المروءة ليغيث امرأة ضائعة، أو الشهامة ليتصدى لرجل فاسد. لعله ناسية ولن يأتي. ناسية؟ ثلاثة أشهر تاردنا ويدبر لهذا الصباح الأسود وتقول ناسية؟ سيطرق الباب ثلاثة طرقات وعلينا نحن أن نهربه داخل البيت في سكون وخضوع. إنك يا زينة. لعله رأى طيفا في المنام في الليلة الماضية وزجره لا يأتي. الشيطان نفسه يخشى أن يتراءى له في المنام. ألا نستطيع أن نكلمه؟ نتوسل إليه؟ نقبل قدميه؟ أقبلهما أنا إن كنت تستكثرين. الله يقطعه، لم ينفع معه كلامي ودموعي. يا حفيظ شيء مخيف. نخاف لأننا نساء، لكن إذا كنت أنت. أنا؟ ستجرجرني من ذقني كالأبلة. أغضبته، لم أعد أعرف ما أقول، سامحني. تريد أن تغلبني المرأة، ولكن قلبي ثابت كالصخرة. لا قلب لك، لا قلب لك، لا قلب لك، لا قلب لك. لا، في الأولى جرحت القاضي وفقدت رخصة الحلاق، وفي الثانية فضحت بنته وفقدت رخصة الحمال،
والتالتة تبت، لم تعد إلا روحي لتروح. فاسق فاسق، من أنا حتى أقف في طريقه ذئبا كان أم رجلا؟ أنا لو أجر للقتل سفاح أنا، ماذا أقول للمحكمة؟ من أنت وما شأنك حتى تقتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق؟ من أكون أنا؟ لا شيء، مجرد فضولي أو سفاح بالأجرة. أيرضيك هذا أنت؟ أعطيني لله، ربنا ينجيك، ربنا ينجيك يا سيدي. أتسأل من أنت؟ أنا سألت شيئا لم أسأل شيئا البتة، أخاف غضب الله إن أنا سألت. أتريد مسوغا لحمايتي غير مجرد المروءة والرجولة والشهامة؟ أسوغ لك حمايتي؟ تضحك على ذقن المرأة؟ لا أضحك عليك، تزوجني واحميني. يا خرابي، موتك اهون عندي. تكلم من هذه المرأة؟ الان هنا، لا اعجبك؟ يا خرابي، تتزوجينه في دقيقة ولا تخلصين منه الا بطلع الروح. يا نصاب يا لص يا حرامي. اسكتي يا حيزبون. تتزوجينني انا يا ست؟ الان هنا تستكثر علي نفسك؟ لا اكاد اصدق. هذا الجمال كله يا ربي مطمع الملوك والامراء لهذا القرد. يا خرابي قرد يا الطاف الله. هذا وقت المروءات. اجل، ايرضي الله ايرضيك؟ لم يعد في العالم رجل عنده المروءه ليغيث امراه ضائعه، او الشهامه ليتصدى لرجل فاسد. لعله ناسي ولن ياتي. ناسيه؟ ثلاثة أشهر يطاردنا ويدبر لهذا الصباح الأسود وتقول ناسية؟ سيطرق الباب ثلاثة طرقات وعلينا نحن أن نهربه داخل البيت في سكون وخضوع. إنك يا زينة. لعله رأى طيفا في المنام في الليلة الماضية وزجره لا يأتي. الشيطان نفسه يخشى أن يتراءى له في المنام. ألا نستطيع أن نكلمه؟ نتوسل إليه؟ نقبل قدميه؟ أقبلهما أنا إن كنت تستكثرين. الله يقطعه، لم ينفع معه كلامي ودموعي. يا حفيظ، شيء مخيف. نخاف لأننا نساء، لكن إذا كنت أنت. أنا؟ ستجرجرني من ذقني كالأبلة. أغضبته، لم أعد أعرف ما أقول، سامحني. تريد أن تغلبني المرأة، ولكن قلبي ثابت كالصخرة. لا قلب لك، لا قلب لك، لا قلب لك، لا قلب لك. لا، في الأولى جرحت القاضي وفقدت رخصة الحلاق، وفي الثانية فضحت بنته وفقدت رخصة الحمال، والثالثة تبت لم تعد إلا روحي لتروح. فاسق فاسق، من أنا حتى أقف في طريقه ذئبا كان أم رجلا؟ أنا لو أجر للقتل سفاح أنا، ماذا أقول للمحكمة؟ من أنت وما شأنك حتى تقتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق؟ من أكون أنا؟ لا شيء، مجرد فضولي أو سفاح بالأجرة. أيرضيك هذا أنت؟ أعطيني لله، ربنا ينجيك، ربنا ينجيك يا سيدي. أتسأل من أنت؟ أنا سألت شيئا لم أسأل شيئا البتة، أخاف غضب الله إن أنا سألت. أتريد مسوغا لحمايتي غير مجرد المروءة والرجولة والشهامة؟ أسوغ لك حمايتي. تضحك على ذقن المرأة؟ لا أضحك عليك، تزوجني واحميني. يا خرابي، موتك أهون عندي. تكلم من هذه المرأة؟ الآن هنا، لا أعجبك؟ يا خرابي، تتزوجينه في دقيقة ولا تخلصين منه إلا بطلع الروح. يا نصاب يا لص يا حرامي. اسكتي يا حيزبون. تتزوجينني أنا يا ست؟ الآن هنا، تستكثر علي نفسك؟ لا أكاد أصدق. هذا الجمال كله يا ربي مطمع الملوك والأمراء لهذا القرد. يا خرابي، قرد قرد يا بنت الأبلسة، قرد يا حيزبون. لا أعجب الشمطاء، ولكن اسمع ما تقوله الست. هو أفضل منهم، وستعرفين مقامه إذا اقتحم رجل بيته ليغتصب زوجته. سترين عندئذ. اقتحم رجل بيتي ليغتصب زوجتي؟ أنا رجل فقير، أنا رجل حقير، أنا لا أساوي درهما أنا. لكن من يمس عرضي، شرفي، كرامتي، لا أراك الله.
إني مصاص دماء إذن، سفاح بحق. هذا رجلي الذي أريد، زوجي. أتقبلينني زوجا يا ست؟ قبلتك زوجا على سنة الله والرسول، إجاب وقبول وقدر. أحضر الشهود ونعقد العقد. لا تذهب، لا تتركني. دعيه يذهب لعل طبعا يفترس. يا ست لا زواج بلا شهود. سيأتي الآن حالا. أعرضك يا أبا الفضول. تستفزوني بشدة. عرفيني يا ست الحكاية من الأول. أين وقعت؟ ما شكله؟ ما هيئته؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ يكاد يتهاوى من استبداد أهوائه بجسده. فهمت. لا شك أنه من أولئك الشبان الذين إذا رأى الواحد منهم وجها مليحا غشي عليه. يخاف يا سيدتي، أؤكد لك. وإن كان يخاف فإن بينهما بابا، وما عليه إلا أن يشتمه من وراء الباب. أشتمه من وراء الباب؟ دعيني، لا تلمسيني، سأريك كيف يكون الضرب والصفع بالحذاء وبالسكين، كل في يد. يا خراب، لا أعذب العجفاء. ولكن الست تستفزني بشدة وقلبي يدفعني إلى التهلكة. أزجره يا أبا الفضول ساعة يطرق الباب، أزجره من خلف الباب وفهمه أنك صاحب البيت، فقد يفزعه صوتك ويفر، وكفى الله المؤمنين القتال. أزجره من خلف الباب؟ أنت لا تعرفينني يا ست، ولد صبي غير رقيع كما تصفين. هذا لا ينفع معه إلا السكين. هاتي. أخافه، تقول الجارية. دم بيسخن. لا أكاد أصدق، هو زواج بحق. أنت لا تعرفينني يا ست، دم سخن أغار حتى على القبيح اللي في البيت. لا تعرفيني كيف أصور وأندفع كالثور الهائم. إلى الداخل يا امرأة. لا تفتح لها. سأسبحه ذبح الشاب، يلوث بيتي، عرضي، شرفي، كرامتي. أهلا. جئت في وقتك. لم أكن أتمنى إلا شاهدا أهليا، فأكرمني الله بشاهد رسمي أمين سر محكمة بغداد، سيكون شاهدي أمام القضاء. تفضل. سيؤدبك. انظري كيف يخاطبك. نظري في محله. حمدا لله أنك سترى بعينيك هذه الفوضى، هذه العربدة بأعراض الناس، حتى إذا ما سلت أمام القضاء كنت أنت شاهدي وسندي، إذ أنني يا سيدي مع احترامي لرفعة مقامك قد أزمعت كده على بركة الله أن أسبح رجلا فاسقا ماجنا قاطع طريق هنا الآن. ألست الحلاق الذي قهر القاضي وغلبه على أمره؟ لا وقت للتعارف الآن يا سيد الأمين. أخشى أن ننساق في الأخذ والرد فتبرد ناري، وأنا أريد أن أشعل نارا الآن هنا. ولماذا تريد أن تشعل النار الآن هنا إذا حق لي أن أعرف؟ هل جاء من الباب أم من الشباك؟ هل يتسلل كفأر حقير وكلص دنيء، أم يدخل من غفلته في زهو وسقة؟ من يكون إذا حق لي أن أعرف؟ من يكون؟ فاسق يريد أن يقتحم البيت ليغتصب صاحبه. فاسق داعر قاطع طريق، ذئب في ثياب رجل. نعم، أيقول هذا أنا؟ وقد أسمعت على بركة الله أن أسبحه ككلب. ومهما يكن السلاح الذي بيده فقد انتهت حياته وحسم الأمر، ولتكن شاهدي. وهذا الرجل هل تعرفه؟ يحق لك يا سيدي أن تغضب. فمن ذا الذي لا يغضب؟ هذا الرجل سأعرفه حالا. كيف إذا حق لي أن أسأل؟ اعتمد علي، فأنا خبير بهذا الصنف من الرجال، أميزهم برائحتهم. أخشى أن تخطئ الرجل إذا حق لي أن أتكلم. أخطئه؟ ليس من كان حاذقا عاقلا لبيبا مثلي بالذي يخطئ الفريسة. سأعيد عليك ما قالته الست. أجل ما قالته الست. سيأتي الآن من الباب. من الباب ويطرقه ثلاث طرقات هكذا. واحد. اثنين. ثلاثة. ثلاث طرقات. يا خبر ابيض، يا خبر. يا
لست أنا يا سيدي الذي كان يكلمك، لست أنا الذي كان يكلمك يا مولاي. إذن أيها الحلاق الذي غلب قاضي بغداد على أمر، من الذي كان يكلمني؟ أيوة صحيح، من الذي كان يكلمني؟ مين الذي كان يكلمني؟ مين؟ أنت إذن من دون الناس جميعا؟ نعم. جئت تحرسه؟ مين؟ أنت. يا من هنا؟ يا من هنا؟ لعلك أسقلت في الإفطار. سيادتك؟ لا سيادتك إيه؟ لا سموك، سموك لا ولا سموك، جلالتك تتوهم. ما شغلك في هذا البيت؟ نعم. ها؟ شغلي؟ لص؟ لا. هجام؟ لا لا والله. تواجدك في بيت ليس بيتك وبيدك سلاح. آه صحيح. إيه ده؟ وإمارة الجريمة في عينيك ولهجتك. لا. ما شغلك في هذا البيت إذا حق لي أن أعرف؟ أنا؟ خدام يا مولانا، أنا خدام أمسح البلاط وأشهر البصر. خدام؟ نعم. معك رخصة؟ نعم معي رخصة. أقوم الصبح أخذ البغل وأحمله الحطب وأذهب به إلى السوق، فإذا ما عدت أوقد الفرن وأضع فيه الطبيخ، وبعدين بقى أخذ القصعة أحط فيها عدس ورز وأحشيها بالزفر. زفر. بالزفر والله. يا من بالبيت؟ يا من بالبيت؟ على ما تصرخ في بيتي؟ من هذا الرجل؟ ثم أقدمها مولانا على السفرة مع سائر المشموم والنقل والشربات، وبعد أن يفرغ السادة من الطعام أجمع الأكواب بقى في القصعة واغسلها غسلا جيدا بالماء والصابون، ثم أقدم العلف للبغل ولا أكل والله حتى يفرغ البغل من غذائه. أترك الرجل من فورك، ألا ترى أنه صاحب البيت؟ صاحب البيت؟ وفي العصر بقى يا مولانا أوخذ السادة وأعد المجلس في الشرفة البحرية بعد أن أهش الزباب وأهوي المطرح. نعم هو زوجي على سنة الله والرسول. لا, 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 لا تصدق يا صاحب الكلالة، لا تصدق. السيدة تهزي، ظريفة ظريفة أوي. هل جروتي على تحدي مشيئتي بهذه الجسارة ليكون غريمي هذا القرد هذا الهزوة؟ الله لم يحرم الزواج يا أمين سر المحكمة. يا ست زواج إيه حيلك؟ وقعت الجراح على الجراح ولم يعد في جسدي موضع لا يدمي. لله يا محسنين حسنا للجائع المسكين. كنت أحلق زقون الناس فوقعت في مصيبة، حملت أمتعة الناس فرزقت بنكبة، خرجت أشحت فاستفتحت بده. يا جبان يا مخادع، أتنكر حديث زواجنا؟ يا ست حيلك زواج إيه؟ رويدك يا سيدتي. حصل خير؟ حصل خير. احمدي الله أني أدركتك، فهذا الرجل خطير وعلى الله سلامة من يقع في حبائله. الحكومة نفسها لم تخلص منه بحقه. الحكومة؟ ولكن نحن سنخلص إن شاء الله بحقنا منه. إن شاء الله تخلص بإذن الله. فإنني لست أنا قاضي بغداد. نعم. فاهم؟ فاهم. لست كالقاضي أنا. نعم. كل ما تسمعه مني تنفذه في الحال. حاضر. وإلا أرميك في برية بحيث لا أرض تقلك ولا سماء تزرق. كل شيء تقوله حسن يا مولاي. هل قبلت أن تتزوج هذه المرأة؟ أصدقني. أبدا. جبان، أترضى أن تتزوجها؟ أبدا والله أبدا. أنا آمرك أن تتزوجها، ما قولك؟ نعم أتزوجه. ماذا تقول؟ تتزوجها. هذه أصوب فكرة، وقد كان لك فضل السبق إليها يا زينة بغداد، فليس أفضل من أن يكون في بيتك رجل، ها؟ فأدخل أنا حين أشاء زائرا لزوجك حفظا للمظاهر. الله أكبر الله أكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة زائرا هنا. بغداد طولا وعرضا رجلا أوفق من هذا الحلاق ولا أوفى للشرط. سامحك الله يا سيدي، أنا أوفق وأوفى للشرط. أتعترض يا هزوة؟ كلا يا مولاي، ولكنني رجل متزوج وأخشى أن تتعقبني زوجتي وهي امرأة لا خلاق لها فتفضحني. ماذا تريد؟ نقودا؟ لا. جهازا وأساسا؟ لا والله. وظيفة؟ أبدا. منصبا في الدولة؟ لا. ماذا تريد؟ أريد أن أعرف ما الحكاية. أجيبوني، عهدت الله ولكنني غير قادر على الوفاء بالعهد، ما الحكاية؟ لا شأن لك بالحكاية. أمرك. ما شأنك؟ أمرك. حلاق. لن فعلم أنني لن أتزوجه، لقد اختلف الموقف الآن. هذا ما فهمته بالضبط. كنت تحسبين أن هذا الهزوء سأتقف. تعالوا. سبع عيال يا سيد، سبع عيال، سبع عيال يا سيد.
حذاري من الهروب. كنت تحسبين أن هذا الهزؤ سيقف في طريق؟ تكيدين لي يا خاسرة؟ أتحسبين أني ممن تؤكل عقولهم بهذه الحيل الصبيانية؟ أو ممن يبتلعون غضبهم ويكزمون غيظهم؟ لا! 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 دعيني إذن أعرفك بنفسي. أنا الحافظ عبد الحفيظ. الحافظ عبد الحفيظ أمين سر محكمة بغداد. يعرف أعدائي قبل أصدقائي صرامتي وطبعي الذي لا يلين. لا أريد شيئا إلا نلته، لا أقبل عطية أو هدية، وأنا آخذ ما يتراءى لي قوة واقتدار. أستطيع إن شئت أن أكف أذاي عنك، وإن شئت دمرته. لا أريد منك شيئا، لقد جئتك في المحكمة من أجل القضية. ما هي القضية؟ عليك نور، تريد أن تعرف ما هي القضية؟ قولي له ما هي القضية. لقد عرفتها بلا شك. نعم عرفتها وفحصتها ثم حفظتها وانتهى الأمر. بأي حق تحفظها ولا تقدمها للقاضي؟ هل يقتل أحد أم أخاصم أنا أمين سر محكمة بغداد شبندرة تجار العاصمة؟ ده معقول ده؟ أغنى أغنياء حاضرة الدولة جليس وأنيس الخلفاء والأمراء والعظماء؟ مش معقول. من يولي الولاة بكلمة ويعزلهم بإشارة؟ من يدعو الخليفة نفسه إلى مائلته ويغدق الهدايا على الوزير؟ الرجل العظيم المجيد الأبهة، الرجل بحق أخاصمه أنا من أجل خاطر امرأة لا في العير ولا في النفير؟ أنا التي ستخاصمه أم أنت؟ لنا رب عادل، وأنت يا سيدي ارحم شباب الست، قدم لها معروفا كلمة منك للقاضي. أنت سيد الناس برضو هاسي عبد الحافظ، يعني كلك ناصر برضو، يعني هذه القضية لا شيء، وحجتك فيها لا تقبل النظر إلا بشهادة شاهدين عدلين لا يكون أحدهما هزؤك كهذا الرجل. ألا ينفع القسم؟ ألا تنفع شهادة جاريتي؟ طيب ما تنفعش حيلة من الحيل؟ لماذا لم تقل هذا من أول الأمر؟ لماذا تركتني في وهمي إلى هذه اللحظة؟ جئنا للجد. الجد؟ وما كنا ننتظر منذ ساعة. عندما عرضت علي القضية يا زينة الناس ذاب قلبي لك. قلت امرأة مسكينة أوجعتها الحاجة فتنكبت سوء السبيل. أنقذها يا الحافظ. أنقذها يا الحافظ. أنقذها. أنشلها يا الحافظ. أنشلها يا الحافظ. أنشلها. عيناك أصرتاني إذا حق لي أن أعترف. وجهك أضاء روحي وزلزل قلبي. وإن لوجهك يا آسرتي صورة أرفعها عن المشاكلة، ولا يكمل بمثلك الخصومة. أنا الحافظ للعهد، إن تكرمت وقبلت عهدي أشتري خصومتك بألف. ما تقولين؟ إن أنت نزلت عن مسراتي وطابت نفسي. لم تعد هناك فائدة، لا شيء يستر المرأة بعد زوال ماله. بالك المتعب أريحه، قلبك المستوحش أؤنسه. أنا دعني دعني. سلامتك يا سيدتي. لما ذهبت وأين ذهبت وماذا أفعل الآن؟ دعني أرى يا مولاي. إياك والخداع. حاضر. انظر ماذا تفعلان وجئني بالخبر من فورك. حاضر. من فورك. ماذا تفعل هنا؟ أرتاح يا ست. أخذ نفس. استفتحي زف. استفتحي زف. أشكو بعد كل الذي فعلت. فعلت. اللهم عفوك. اللهم عفوك. لم تعد هناك فائدة. كان الله في عونك يا ست. خذلتني خذلك الله. أنا ترمينني في مصيبة وأنا رجل كل جراح، ثم تقولين لي أعرف خلاصك. والله كنت معك صادق القلب، ولكني لست ندا له. لماذا لم تقل هذا من الأول؟ وأنا عرفت حاجة من الأول. أنت قلتي لي شاب عالي وشخنت دم بشدة، فإذا أنا أمام أي شيء ده شاب ده يا ستي ده رخ. هذا هو التنين الأزرق.
خدعتني وأوقعتني في حكاية ما عرفت أولها من آخرها، ثم دخلنا في القضية. ما هذه القضية وحكاية الشهود والألف دينار وما لا أدري ولا أعرف؟ ستتزوجني إذن وتدعوه للعشاء كل مساء. سأرفض. لماذا ترفض؟ لعله يجري عليك راتبا شهريا. ستعود تسخن دم. قل له إذن، قل له بشجاعة أنا أرفض. أنا أرفض، أنا أرفض. أيها اسمع، تقولين إن الشبندر يطارحك الغرام؟ لم يمنع عني مالي بخلا، ولكن لينالني. إذن ابعثي جاريتك إليه ليأتيك حالا، فهو يخاف الشبندر إلى حد الموت. نخلص من مصيبة لنقع في مصيبة. لعل الشبندر يكون أسلس قيادا من هذا الداهية. اذهب يا جولنار. يلا يا بت. من الشباك، من الشباك. خرابي أقع أموت. عمر الشائبة، عمر الشائبة. يا حلاق. أهلا يا مولاي. يا حلاق. يا حلاق. ابتعد عن الشباك يا سيد. نحن في الطابق الأرضي، لعله موكب الخليفة وربما يرانا الناس. تعالوا. نعم. اقترب. لماذا لم تأتي السيدة؟ لأن هذا الأمر من تسيد العارفين لا يحب العجلة، وإنما يستحب فيه التأني والإتقان والدعة والركاوة. الله، والله تبدو في عيني ولدا مدربا على هذه الأمور. أنت كذلك؟ ده أنا عجبك قوي، ده أنا قرد مسلسل. أنا أيضا مثلك أحب الضحك. سأضحكك يا مولاي من القلب. الله يحفظك. الله يحفظك. أضحكني فأنا أحب الضحك. يا مولاي، ما رأيك يا مولاي في سيدة زينة ترفل في ثوب من الحرير الأخضر الفاتح، ثم حزمت وسطها بحزام من التيل الرفيع، ها؟ وخطرت إلى مجلسك وقعدت جنبك باسمة متطلعة تنتظر أوامرها. يا ابن إبليس، لقد زلزلتني بعنف، طاش صوابي ولم أعد أدري أين. مهلا يا مولاي. ثم ما رأيك يا مولاي في مائدة تمد بين أيديكما عليها كل أصناف الشواء، المحمر والمسلوق والمتبل وتلا من الأرز الغارق في السمن، قد أخفيت في جوفه بحزق 10 حمامات سمينة، وفخذ الضأن المشوي والمسوى بدهنه ودسمه فوق النار الهادئة، وما فوق ذلك بقى وما بينه من خضار مسبك وسلطات مشكلة. ثم يلي بعد ذلك الحلوى، الحلوى من كل صنف، المشبك والمعقود، ثم يلي بعد ذلك الكنافة والهريسة. الهريسة. أكثر من الهريسة. الهريسة هذا وقته. الهريسة السايحة في العسل الحر. أكثر منها. كل ذلك في جو عبقه البخور وعلى أرض كنست جيدا ورشت بماء معطر. الله يخرب بيتك، سال الوعابي وتدورت معدتي وغشيتني لذة دغدغت أعصابي ولم أعد أحكم شهوتي. هاتها، هات الكل في الحال. مهلا يا مولاي، فهذه الأمور تحب التأني والإتقان والدعة والرخاوة. لن أدعك تترك خدمتي ما حييت. وأنا مش هسيبك أبدا أبدا. إن لك لكل شيء وصف. الله يخليك. الله يقطعك. الله يحفظك. قطعت أنفاسي. أسرع وأرني أين الحمام. الحمام؟ أرني أين الحمام بسرعة. نعم. أرني أين الحمام يا أمر. الباب. أين أختبئ؟ اختبئ يا مولاي بسرعة. أين اختبئ؟ هنا هنا هنا. الشبندر. الشبندر.
ماذا تخف يا مولاي؟ فأنا الزوج وأنت صديق الأسرة. مصيبة، خبينا يا من المعروف، عندكم غرفة. لعله لا يفتش البيت فهو مجنون بسيدتي. وأنا أجن منه. شبطنا خلصوني يا أوغاد. أتريد أن ترحل يا مولاي؟ في الحال يا أبا الفضول. من الباب. هو على الباب. من الشباك. الناس في الطريق، خلصني. خلف الساتر. انت نفست واهتز يا ابا الفضول. وانا مالي بقى؟ انا ماليش دعوه بقى. تصرف يا ابا الفضول. تصرفت اللي علي. عملت اللي علي. لا لا، سيب الخرج ده، سيب الخرج. لا ينفع الا هو يا ابا الفضول. لا ينفع الا هو. اسمع يا ابا الفضول. نعم. سادخل خرج وما عليك الا ان تحملني خارج الباب. تدخل الخرج؟ امين سر محكمه بغداد يدخل جوه خرج؟ انا في مأزق يا ابا الفضول. اسمع يا ابا الفضول. جرجرني على الارض، تجاوز بي عتبه الباب لا اكثر. قد يسالني ماذا بالخرج؟ يا ولد انت كثير الحيل، لا تعاندني، لا تعاندني يا ولد. طيب خش. خش خش خش. كانت مكيدة فسأفسدها. سأنظر أولا من يكون. من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ تفضل يا سيد الناس، أنت غريب؟ أسألك أنا لا تسألني أنت. حبا وكرامة يا سيدي، اسأل ما شئت، أما أنا فقد عهدت الله. ماذا تفعل هنا؟ ألا ترى بعينيك؟ أحزم متاعي يا سيد. حيا الله من في وجهه نظر. اختش يا رجل، سأدعو سيدتي. الصفيق لا يعرفني بالتأكيد. أحسن، سأعرف أنا هويته. تحزم متاعك؟ نعم، مسافر إلى حال سبيل، ما بقيت لنا إقامة في بغداد. أحسن، في السفر خمسة فوائد. طلبته لفائدة واحدة. صرصار أيضا. وما هي؟ الفرار من وجه الأغنياء. بالتأكيد لا يعرفني هذا الصفيق. لما هل أذاك أحد؟ وهل سالم من أذيتهم أحد؟ ذلك أدعى لإرضاء المناطق كما يقولون. متحذلق أيضا. لا يؤخذ الرجل إلا بذنبه، أنا أعرف ذلك. وذنبي كبير يا سيد، ذنبي عظيم. جريمة خطيرة تهون جنبها جرائم القتل العمد والسرقة والاغتصاب. ما أنت، ما جريمتك؟ الفقر، أدارك الله. أيكون الفقر جريمة؟ هذا شيء لم أسمع به من قبل. لم تسمع به من قبل؟ لما؟ أين كنت؟ أكنت أصم وشفيت اليوم؟ أقادم أنت من أعلى الجبل؟ ناسك أنت من هؤلاء المخبولين القاطنين المغارات البعيدة؟ لا لا، لست قادما من أي مكان، بل أنا لا، لن أكشف له عن هويتي. أنا لا أعرف عما تتكلم. سأشرح لك. مكانك. على مهلك يا سيد، على مهلك. أتخاف أن أعضك؟ لا أعرف. الدنيا ظلام. الدنيا ظلام؟ أترى الغرفة مظلمة؟ إنها ليست مظلمة، ولكن قلبك ثقيل. ليك عني، جيبي ثقيل. انظر إلى الرجل كيف يفزع.
تكلم من معك أحد؟ أكلم نفسي يا سيد. أكلم نفسي. لا تؤاخذني، لا تؤاخذني. الدنيا ظلام والشيطان شاطر ورجل ساخط مثلك قد يضعف، يعني لمؤاخذة حذر ولا تخون. عذر مقبول، سبحانك يا رب. أجل أجل، أذكر الله، أذكر الله بدلا من أن تتحدث عن الفقر والجريمة حديثا. الله يهديك يا ابني، الله يهديك. ألا تحب السرقة يا سيد؟ ما كانك، لا تقترب مني. السرقة، الواحد منا إن يسرق منك دينارا يكن مجرما خطيرا، أما إن سرقت منك 1000 دينار فقد أصبح بربحها شبندر التجار. ماذا تقول؟ هجام أنت؟ نعم، وقد سرقت هذا البيت، فإذا سمحت تحرك إلى الناحية الأخرى لأني أطلب الباب. انتظر. أتعرف السيدة أنك خارج؟ نعم تعرف. ماذا تحمل في خرجك هذا؟ وانت مالك؟ أين ذهبت الجارية الملعونة؟ ياهو يا باب البيت، ياهو يا باب البيت. ماذا ده زائرنا العظيم؟ افتح الشباك يا جولنار. ماذا يجري هنا؟ من يكون هذا الرجل؟ إنه خادمي. لعنة الله عليك، خدام؟ خدام وتسرق البيت الذي تأكل منه خبزك؟ انظري ماذا يحمل في خرجه. سرق البيت والله حرام. قلنا الرجل والله، قلنا الرجل. تكلم من معك أحد؟ أكلم نفسي يا سيد، أكلم نفسي. أرني ماذا في الخارج؟ تخبر منه يا سيدتي. أديه الستائر كما قلت لك. أرني ماذا في الخارج؟ الأشياء التي لا تريدينها. الزبالة، الزبالة. هل وضعته في الخرج؟ نعم. خلصني يا أبو الفضول. ها أنا خلصتك يا ست الناس. إلى أين أنت ذاهب به؟ وأنت مالك أنت يا ست؟ سأرضي فضولك، سأتجاوز بها عتبة الباب ثم أدلقها خارج الباب. أما من أسئلة أخرى؟ لا يحق لك. أنت تملكها؟ دعها لي، أنا أريده. أغلقت الشباك وسرقت البيت يا ميل على عينيك. ابتعدي يا حيزبون. نص ما في ذلك شك، سيبيت الليلة في السجن إن شاء الله. أما قلت لي أرحني من الزبالة دي؟ لا يحق لك أن تأخذها. نعم، حتى الزبالة فهي من حق صاحب البيت. لا يا شيخ، فهي تنفع، فلا يعدم المرء أن يجد فيها قطعة دراهم أو صرة فيها نفقة أو قطعة حلي كانت ضائعة. ضاع لي قرط منذ شهر لعله عثر علي. أما ما فيها منصوف فيطلبه صناع البرادع بالثمن، وأما سائر القماش والورق فتشتريه معامل الورق، وأما قشور الرمان فللصباغين وللدباغين، والزجاج المهشم والقوارير وما إليها للزجاجين، والحديد والمسامير للحدادين، وغير ذلك يصلح للوقود. أما ما تبقى في النهاية من تراب فيضرب منه اللبن الذي يصلح للبناء، وكل شيء بثمنه. حيلك حيلك حيلك، لقد كونت ثروة من زبالة بيت واحد. دعها مكانها قلت لك. لا أدعوه لك تفضحينه. أبا الفضول، هذا شاهد سيشهد ما يجري بيني وبين الشبندر، دعه لي. لا لا حق لك فيما ليس ملكك. ليس ملكي؟ أليس الخرج ملكي؟ دع الخرج هنا، ما قيمتك؟ لا أدع الخرج، وسع السكة، وسع السكة يا راجل. لا تقترب مني. لن أدعك تخرج بحملك، أتسمع؟ يا ست، وإذا لم تدعن سأصرخ وأدعو الشرطة. يا ست خلصتك، خلصيني. ادخل إلى المطبخ، اصنع شرابا للشبندر. خذيه إلى المطبخ يا جنار. أعطيني حبلة وأي حاجة ارفعه بيها بيت. سرق البيت والله، دعني أرى. يا حيزبون، يا ولد يا ولد، خليك طيب وخلصنا، فما جلست مع الست بعد. اجعله يبقى يا سيدي، اجعله يبقى، لعلي أسأت إليه دون أن أدري، ولن أرتاح حتى أجبر خاطره. لا تتأثري إلى هذا الحد، لا تتأثري إلى هذا الحد، سأبقيه لك.
اسمع يا هذا. اسكت يا ذاك. سفيه لا أطيقه، ماذا أفعل معه؟ خذ درهمين. درهمين؟ أجل درهمين. استأجر بهما قاربا وتنزه في دجلة، الهواء جميل. حمل يا بنت. ما تتحركش، أنا راجع لك. أريد أن أبقيه لك، ولكنه مجرم صليط اللسان. أي بلية رمته أمامي هذا اليوم؟ يقطعني يقطعني، أنا دعوتك لأعكر دمك. تعال تعال، عصير ليمون يا جولنار. لا تقلقي علي، لا تقلقي علي، مهنتي علمتني أن أغضب على مهل وأصفو على عجل، والحقيقة أنني اليوم أصفى ما أكون إذ ثاب إليك وجدك. أعلمي يا قرة عيني أنني لن أبخل عليك أبدا بخادم نشيط، ولو دفعت في سبيل ذلك مالا، فكم يسرني أن أفعل شيئا يرضيك. أشكر لك كرمك يا سيدي، لقد ضعفت لك فارحم ضعفي. كم كان بودي أن أبادلك جميلا بجميل وودا بود، لولا أنك ألمتنا وأغلظت لنا القول ذلك اليوم. تظلمينني يا قرة عيني. أقلت في نفسي أرسل إليه جولنار لعله يكون أصفى نفسا مما كان في ذلك اليوم. فطرت إليك ملبيا دعوتك، شوقا إليك وحنينا لقربك. ولكنك أنت دائما ما أنت، الزائر الجاني والصاحب الظالم. ودي لو كنت في عشقك مظلوما وفي قربك مجنيا علي. وانا بودي لو اطمئن لصدق عواطفك واخلص من شكي وريبتي فيك. انا محل ريبتك وشكك؟ قلبي يقول لي يا زينة ان كان يكذبك في 1000 دينار فكيف تأمنين اليه في شأن سعادتك ووفائه لك؟ عدنا إلى هذه الحكاية. كيف أضمن إن أنا وصلتك كما تريد وأسلمتك نفس الساعة ألا تنكرني وتنبذني بعد يوم؟ أعطيك عهدا بنفقة. عهدا؟ أعطيك الآن بعض المال. أهل نقدتني مالي عربونا للوفاق و... أو تعهد لي برده في فرصة قريبة. بعد أن نحسم هذا الأمر الذي اختلفنا عليه، تقبلين سكن قصر الأخضر الذي وصفته لك في أطراف بغداد؟ قبلت سكن قصرك الأخضر في أطراف بغداد. وتستقبلينني فيما اتفقنا عليه من أيام الأسبوع؟ وأستقبلك فيما اتفقنا عليه من أيام الأسبوع. ولا تغادرينه إلا بإذني؟ ولا أغادر إلا بإذني. أشهدك اللهم أن لزينة عندي 1000 دينار أودع عندي زوجها الراحل لأردها إلى زوجته يوم الأجل المحتوم، وإني اللهم أشهدك أني سأردها إليها متى انتقلت معي إلى قصر الأخضر. لقد انتهى الشغل يا أبا الفضول، وجعل الله رد حقي علي عليك، لا تغضب مني. انتهى الشغل يا ستي، دعيني أذهب لحال سبيلي، طوعني خلينا نخلص. بينهما سر لا جدال، يبدو أن الخبيثة تحبه، سأرميه في بلية. أبقتك دموعي فما استطعت أن تذهب منذ ساعة، ألا أستطيع أن أبقيك وأنا فرحة بخلاصك؟ أتريدينني أن أخدمك في بيته؟ بينهما أمر لا جدال، سيشهد علي، يجب أن أرميه في السجن. سأضع خاتمي هذا في خرجه وأسلمه للشرطة. يا جولنار، يا جولنار، اترك حملك هذا، اذهب الى الطريق ونادي الشرطي الى هنا يا بنت. شرطي؟ اين خاتمي يا لص؟ خاتم يد المسيح. اخذت الى هنا بخاتمي والان لا اجده في اصبعي. سرق البيت والله حرام. اسمع الكلام يا بنت. سمعت انت. اذهب الى الطريق ونادي الشرطي الى هنا. اين الخاتم يا لص؟
أرني خرجك هذا. لا لا لا. قتيل! القاتل! الخليفة! الخليفة! ثم قتل هذا الخليفة الخرابي. الخليفة! مرحبا الخليفة يا بي. مرحبا بسيد الناس. عفوا يا مولاي، لم ألحظ أن موكبكم العظيم في الطريق، ولكن هذا المجرم أفزعنا فطاش صوابنا يا مولاي. إنه يحمل في خرجه قتيلا. ما هذا الذي يجري هنا؟ قف بالباب يا مسرور. أمر مولاي. لا يتحرك أحدكم. من أرى؟ أنت؟ غصب عني والله، غصب عني والله، غصب عني. أنت هنا مرة أخرى، ها؟ ماذا تفعل هنا؟ ماذا يفعل يا مولاي؟ ماذا يفعل؟ يسرق أو يقتل أو ينهب؟ ماذا أقول يا ست؟ ماذا أقول يا حيسبون؟ غصب عني والله، غصب عني. أكلما نزلت من قصري ومشيت في شوارع بغداد تناثرت علي الصرخات الثاقبة، فأدخل لأنظر فأجدك أنت سبب المصيبة. ماذا أقول يا ست؟ تزوجني أبا الفضول، احميني يا أبا الفضول، غصب عني. ما هذا الهراء الذي تهزي به؟ إذا سمح لي مولاي وسمح سيد الوزير وسمح سيد القاضي، شرحت الواقعة بالضبط. لمن هذا البيت؟ هذا بيتي يا مولاي. لا بأس عليك، تفضلي بالجلوس. عفوا يا مولاي. إذا أذن لي مولاي وأذن سيد الوزير وأذن سيد القاضي، شرحت الواقعة بالضبط. اشرحي لنا هذه الواقعة مولاي. وبعد أيها الشبندر، ألا ترى أن صاحب البيت أولى بفتح الحديث؟ ألا ترى أن المرأة أضعف من الرجل؟ فأولى بنا أن نبدأ بسماع حجتها. اقترب يا وزير وافتح أذنيك جيدا لما تسمع كي تفسره لنا. تفضل. شكرا لك يا مولاي، أرى رسم العدل على جبينك. قول حسن لم يقدر عليه شاعر المغرور، وصوت يذهب الكبر. هل صرخت علينا يا سيدتي واستغثت بنا من الشباك؟ نعم يا مولاي لتنصفني. كذابة! أنا الذي صرخت يا مولاي. إذا كان الحق معك مثلما حباك الله من حسن، فستجدين الإنصاف على يدي إن شاء الله. تكلم. إنني أشكو لك هذا الشبندر يا مولاي، لقد أودع زوجي عنده 1000 دينار ومات، وأبلغني بذلك وهو يحتضر على مسمع من جاريتي، ولما ضاقت بنا الوسائل وبعنا الحلية والأشياء الثمينة خرجت بنفسي إلى الشبندر في دكانه وطالبته بوديعة زوجي، فأنكرها طمعا في. لعل زوجك يرحمه الله قد أخطأ وهو في سكرة الموت، أو لعلك أخطأت السمع وأنت في غمرة الحزن. ما قولك يا قاضي بغداد؟ البينة على من ادعى. البينة على من ادعى. كيف تكون البينة يا قاضي بغداد؟ ذلك رجل أسر إلى زوجته وهما في خلوة. هذا قتيل يا مولاي، قتيل. قتيل إيه؟ لا قتيل ولا حاجة. كيف تكون البينة؟ وثيقة صحيحة أو شاهدين عدلين. اجلس للقضاء بينهما إذن. أمر مولاي. مولاي ماذا أيها الوزير؟ قبل أن تقضي في هذه القضية يجب أن نتحقق من بضعة أشياء. أي أشياء؟ هذه الزكيبة يا مولاي، ما شأنها؟ ما سبب وجودها وما سبب وجود هذا الفضولي؟
أين نقف نحن يا مولاي؟ أظن أننا وقعنا في كمين؟ أظن أن غيرنا وقع في كمين، وأننا نحن اتخذنا دون علمنا بعض شباك هذا الكمين. ما الحكاية؟ ما هذا الذي تقول؟ دعني أنظر أولا يا مولاي، أين نحن؟ ألسنا في بعض مملكتي؟ نحن في مملكة مولانا بلا ريب. أليست هذه الأرض خاضعة لقوانين دولتنا وإجراءات عدالتنا؟ هي كذلك بلا شك. دع العدالة تأخذ مجراها إذن. أمر مولاي. تفضل يا سيدي القاضي، قضية واضحة، إما البينة أو الدليل. وثيقة تثبت هذه الواقعة التي تدعينها على الشبندر؟ لا يا سيدي. ألديك شاهدين عدلين؟ نعم يا سيدي. أين هما؟ لقد جعلته يشهد الله من زبرها على صحة الوديعة أمام شاهدين، أحدهم أبو الفضول. أبو الفضول لا تقبل شهادته. اجعل العوائد سليمة يا رب، اجعل العوائد سليمة يا رب. إن مثله ممن يؤجر للشهادة الزور. استغفر الله، لعله لم يؤجر أبدا. اعتدت يا مولاي ألا أقبل شهادة معدم. ماذا؟ شهادة معدم. هذا يتفق مع شريعة الله؟ مولاي أصل الحكاية. هذا يتفق مع شريعة الله؟ تكلم مولانا. لا يتفق، ولكن إذا إذن إن أنا أرغمتك على قبول شهادته قالوا يتدخل في القضاء، وإذا لم أتدخل تصدر حكما باطلا باسمي أحمل أنا وزره يوم القيامة. تنحى، سأجلس أنا القضاء بينهما، فإن سلطتي تخول يدان. بل هو حق يا مولاي، أنا المتصرف فيه. أتمنع شهادة الشاهد أمام المحكمة؟ أكيد أن تدخل السجن. ما هذا الذي تتنازعان؟ هذا الخرج يا مولاي. هذا شاهد؟ نعم يا مولاي. هذا قتيل يا مولاي، قتيل. قتيل إيه؟ لا قتيل ولا حاجة، ضعت سأموت. من يكون؟ هذا الخرج ملك يا مولاي، أنا أشحذ به. شيء عجيب. نعم اسمع. نعم. إما أن تقول الحق من فورك أو أرميك في السجن لا ترى نور الشمس. قولة حق تقتلني. لا تخف يا أبا الفضول، ستأخذ العدالة مجراها، ومولاي الخليفة يؤمنك. عليك الأمان. كيف السبيل للخلاص منه بعد ذلك؟ الخليفة سيقضي في دقيقة ويمضي، من الذي سيحميني غدا بعد غد؟ ما هذا الهراء الذي تأتي به؟ خذ، إليك منديل الأمان، لا يؤذيك أحد وهو في كمه. أمنك الخليفة يا أبا الفضول. لعله لا يقتل في كل يوم قتيلا محتميا بالمنديل. منديل الأمان لهذا المشاغب يا مولاي. بس بس هذا المنديل مني أبدا ثانية يا مولاي. لا أخذ هذا المنديل منك أبدا ثانية يا أبا الفضول. بربك وحياة راسك العالية وحق إيمانك بالله وبالعدل. لا إله إلا الله. اعطي كل رجل من رعيتك منديل.
أتعلم كم رجلا في رعيتي؟ ما يكونون؟ إن نصف العالم رعيتي. لكل رجل من دين. طلب عجيب. أنت تخيف رعيتي يا وزير أم من؟ قدم الشاهد يا حلاق. هذا هو يا مولاي. مولاي أرجوك أن تستمع إلي قليلا. ما خطبك؟ رجل حبسوه في زكيبة ويرغمونه على الشهادة، جريمتان في القانون يا مولاي. سنرى سنرى. إياك والخديعة. من يكون هذا الشاهد؟ يجب أن يتقدم للمحكمة سافرا وأن يذكر اسمه وصنعته ومحل إقامته وأن يقسم اليمين حسب الأصول. وما أدراني أنا بالأصول. تكلم فأنت أدرى بالأصول. هذا قتيل يا مولاي قتيل. ما تتكلم. اتكلم هتودينا في مصيبة. ماذا أسمع؟ أنات احتضار. احتضار؟ احتضار يا مولاي؟ هذا جني لا يموت. جني؟ نعم جني. جني من الذين حبسهم سيدنا سليمان لشقاوته. أنا أستطيع أن نراه؟ كلا يا مولاي، لقد قضت حكمة سيدنا سليمان أن يحترق إذ مسته أشعة النهار، ولا يرضيك يا سيد الناس أن يحترق. خدعة. إبليس. إبليس. لا إبليس ولا حاجة، ده جن طيب ومؤمن وبيصوم رمضان كمان. وما اسمه؟ اسمه أوفة أو زكيبة أو خرج بالتأكيد. خرج يا قاضي. اكشف لنا صحة هذه الصفة وإلا فقد وقعت يا حلاق. أيتكلم العربية حتى نخاطبه؟ يتكلم العربية؟ إنه لا يخطب في المحكمة بأفصح لسان إن أردت. دعه يتكلم إذا. ها؟ يتكلم. أنت إنسي أم جني؟ هل حبسك أحد؟ أتريد أن نخرجك؟ لا تخف، تكلم فأنت في حمى أمير المؤمنين. إذا أخرجتموني مت من فوري. بالله لا يخرجني أحد. قل لي مولاي اسمك ومحل إقامتك واحلف اليمين. اسمي الخرب. اسمي الخرب ومحل إقامتي بالخرب. والله العظيم أقول الحق. أشهدت الواقعة التي تدعي بها السيدة على الشبندر؟ سمعت الشبندر بأذني يشهد الله على أنه مدين للسيدة زينة بألف دينار، واشترط عليها لكي يردها إليها شروطا هي في حل عن الاستجابة لها، لأنها شروط مكحفة وتتعارض مع الشريعة وقانون البلاد. الله! هذه خدعة، هذه جريمة، فليصبر الشاهد عن وجهه. أتحق شهادة رجل ملتزم؟ تكلم يا سيد القاضي. الله! لا بأس عليكما، لا بأس عليكما. تكلم يا قاضي بغداد.
ما قولك في هذه الشهادة؟ هل هي صحيحة؟ مولانا، لا تقبل إلا شهادة حاضر. نخرجه لنرى. بالله عليكم لا تخرجوني، شهادتي لها قيمتها، ترشد ولا تحزن. اختلف فيها الرأي لاستحالة التأكد من صفتي وشخصيتي، ولكن يؤخذ بها على أساس أنها قرينة من قبيل استدلال الكلب على الجاني، أو استدلال الحمار على الطريق إلى بيتها. هذا فقيه والله مولاي، فلنهي هذا الموضوع بسرعة ولنرحل. لما أنت متعجل يا سيد الوزير؟ لقد كدنا نفرغ من القضية. لا شأن لك. سأحاسبك حسابا عسيرا على ما فعلت، وستجد انتقامي رهيبا. علامة يا سيد الوزير، خير تعمل شر تلقى. أنا كان مالي يا ستي ومالي الشغلانة المهببة دي. ابكي ابكي كامرأة، إن فضولك وحيلك الشيطانية فاقت كل حد، وعبسك منا لم يعد من المحتمل السكوت عليه. سأعرف كيف أودبك. مرحى مرحى، في الأمر سر كشفه الوزير ولم نعرفه نحن. ما هو ما هو أيها الشيطان؟ لقد فاقت حيلك كل حد فعل. الكل علينا برضو يا مولاي. أترى يا وزير أن الشاهد قد يكون مأجورا أم نأخذ بشهادته؟ مولاي، أحكم لهذه السيدة ودعنا نرحل. هذا هو السر الذي كشفته أنت من دوننا جميعا. وإذا ففي مملكتي ينكر شبندر التجار على امرأة لا حول لها حقها، وبينما أحكم أنا بالعدل والحق في قصري تنتهك الحقوق في الشارع، ولا تأمن امرأة على عرضها ولا رجل على روحه يشهد بالحق. ماذا جرى أيها الوزير؟ ما الذي يجري في مملكتي أيها القاضي؟ والله إن كل ظلم يقع على أضعف الناس في رعيتي أحاسب عنه أنا يوم القيامة. وأدي فروض ديني كما أمر الله، فإذا رجل في المغرب ينقض وضوئي، وإذا رجل في المشرق يبطل صلاتي وصيامي بما يرتكب من مظالم على رعيتي باسمي. أيها شبندر، أعطي السيدة 1000 دينار. إذن لي يا مولاي أن أقبل طرف ثوبك. لا بأس عليك يا ابنة العرب، ولكن من يكون هذا الشاهد؟ سيرتاع القاضي حين يراه. أرجو أن نأخذه إلى قصر مولانا. حسن مسرور. أمر مولاي. ادعو من يحمل هذا الخرج إلى قصرنا. بل هو ملكي يا مولاي. ليس ملكا لأحد، فالجن كالجبال والأنهار والآثار ملك الدولة. حسنا، الفقير المسكين تنفع يوم الدين. قولي بالنيابة عني. يا خبر أبيض يا خبر أبيض. وأنت نعم، قل لي ما عذرك في أن تضع رجلا في زكيبة؟ نعم. وتصرخ على الخليفة كل يوم في الطريق، وتدخل بيوت الناس، ها؟ مرة بدعوى أنك حلاق، ومرة بدعوى أنك شحاذ. ألا ترى يا وزير قوة عذره؟ الفضول، الفضول يغلبه، ولا حيلة له فيما جبل عليه من تطفل. برضو أنا الفضولي. يا ناس حرام عليكم، معايا منديل الأمان. يا ناس